سلام. كتبدا القصه ديالنا مع واحد العصابه تابعه واحد البنت وهي خايفه منهم وهربانه، وهنا غيجيبوها وغيدافع عليها، ولكن غضربوا الفيقه وغيرقى راسو كان غير كيحلم، وغنكتشفوا باللي بوا قازم وكيبغي واحد الممثله، وصحابو شادين فيه وكيبيعوه العجل، وقالوا له الممثله بابيتا سالات مع صاحبها ودابا الطريق خاويه ليه، والمزنن بالفرحه بدا كيرمي عليهم الفلوس، وفاش بوا شافو غيجبد الصمته وغيسلخو بلاصا، وبوا قالو باللي انت كنتي كتكمي وكتشرب باش انا تزادي تقازم هكا. ومن بعد غيركب مع صاحبه في واحد الكرويله وغيجلس على رجليه باش ما يخلصش بلاصه، وغيديه للسينما باش يشوف الممثله بابيتا، وكلهم غيبقاو كيغنيو وكيشطحوا حيتاش كانوا مزعوطين فيها. وهنا غيجي التليفون من عند واحد سميتو ماندي، حيتاش بوه كان مكلفو باش يقلب ليه على شي عروسه قدو، ولغد ليه غيمشي عندو بوه وقال له علاش رفضتي اخر بنت وريتها لك، وغيكون وراه شحال هذه التصويره ديال واحد البنت سميتها عافيه. ماندي قال له بلي عندها اعاقه وبوه ما كانش كيسمع ليه وكان باغي يتعرف عليها، وفاش مشى عندها المدرسه حيتاش كانت كتقدم واحد الندوه علميه غيتفاجئ بالاعاقه ديالها وحاول باش يهرب. وهنا غيخرج فيه واحد البعلوك وقال له فاش كتقرا، بوا قال له كان با جوجني وكان عندي دابا شي ولد قدك. وهنا غتجي عافيه وسولته واش مصيفطك ماندي، وهو طاح وكيموت عليها بالضحك حيتاش هدرتها ما كتسرحهاش وكتقفقف، وفاش حس بها تقلقات بغيت تصالح معاها، وفاش جلسوا بجوج قالت له انت قازم ولكن عقلك صغر منك، وغيجيو التلامد وغيجريو عليه من المدرسه، وغيرجع للدار بالليل وغتكون عنده واحد القدره سحريه وكان كيقدر يحرك النجوم من بلاصتها، وقرر باش ينتقم منها ويرجع عليها الصرف. لغد ليه كانت كتقدم واحد البرنامج ومشي عندها وقال لها واخا انا قازم ولكن كنمشي على رجلي، اما انت لما دفعوكش الروايد ما غتزيديش، وغيرمي ليها السيلو في الارض وحشمها قدام الناس، ولكن هي تحداته وقرات تهز داك السيلو واخا تمشي كتجر في رجليها، وفاش وصلت كانت فرحانه وكاع الصحافه كتبات على القزام اللي ما مربيش. لغد ليه مشى عندها الحفله وضارب الحطه وهز الورد وبغى يتصالح معاها، ولكن هي بهدلاته واخا هكاك ما بقاش يمشي حتى تصالح معاها، وغتطور العلاقه وغيوليو صحاب، وغيبقى كيغني وكيشطح معاها وكيحاول يضحكها، وغيعرف من بعد باللي هي عالمه في وكاله النازا وهي مرقع الناجح اللي وصلوا ليه، وهو ما تيقهاش ولكن انتهى على قد عقلها، وغيوصلها للوطيل فين جالسه، وفي الصباح ملي خرجات لقاتو جايب ليها الشوق وكيرمي عليها دوك الالوان باش معروفين الهنود، وهي كانت فرحانه بزاف، ولكن مول لوطيل شدو وخرج منه الفلوس ديال التريات اللي هرس، وفاش طاح الليل غيدير ليها الحركه السحريه ديالو وغيحرك النجوم بيديه وغيخليها متفاجئه ومستغربه، وفي هذا الوقت عافيه غتولي كتبغيه وغيدوز الاشهار، وغيدوز واحد الشهر وغيلقى عافيه في دارهم وغيعرف بلي القضيه تفرشات، وباه زوز دحو وقال له علاش كتفلع على البنت، وقال له حمد الله حيتاش لقيتي وحده تقبل عليك بهاد الفورمه، وغيتفقوا باش وجدوا العرس. وفي هذا الوقت الممثله بابيتا كانت في واحد الحاله خايبه، علاش؟ حيتاش الحبيب ديالها سمح فيها وبدل العتبه، وحتى في التليفون ما كيجاوبش، وحيت الجمهور كيتسناها لبسات واحد اللعيبه وخرجت تلاقاه، وكيف العاده بوا كان تما محيح وكيتسنى امتى يشوفها، وفاش ركبات في الطوموبيل كاع المعجبين ديالها كانوا تابعينها بالماتر، ولكن بوا كيغير اش غايدير اللي لقى حداها كيزدحو. وهنا بابيتا عيطات عليه وسولاته علاش كيبغيها، وهو قال لها الجمله الشهيره حيتاش انت قنبوله، وفي داك اللحظه غتبوسو وبوا غيضربو الضو وغيبقى كيشطح وفرحان، وصاحبو غيفيقو وقالو بلي غدا عندك العرس، وفي الصباح غيكون ما باغيش يتزوج، وين عافيه كان ما حاملوش حيتاش قازم وما باغيش بنتو تديه، ولكن هي عارفه شنو واقع وبدات كتحاول تخليهم يفرحوا بيها، اما بوا غيتعزل في واحد المسابقه ديال الشطيح واللي ربح غيتقابل مع بابيتا، ومشى عند عافيه وقال لها انت عالمه في وكاله النازا وما يصلحش ليك تدي واحد قازم، قالت له انا عندي اعاقه وما كاينش اللي غيقبل عليا، وهو قال لها بلي بابيتا باسو البارح، وهي بقات كتموت عليه بالضحك وما تيقاتوش. وهنا غيعنقها وكان داير في باله بلي غيهرب وغيزول الحوايج ديال العرس وغيسلت عائله العروسه تابعه، وعافيه غتحقد عليه حيتاش طيح بها قدام الناس، وغيمشي للمسابقه وغيشد واحد الصف طويل، ومع الوقت غيوصل للمرحله النهائيه وغيشوف سلمان خان موراه وغيقدم معاه واحد العرض وغيشطحو بزوج، وفي الاخر غير المسابقة. اما بابيتا غتمشي للحفلة وغتشوف صاحبها القديم مع وحدة، بالغيرة مشات لعندها كتستفزها وهو جرها وداها معاه، وبوا غيكون تما كيخشي في وجهه، وفاش شاف التليفون غيلقى بابيتا موراه وكتهنئو حيتاش ربح داك المسابقة ديال الرقص، وهنا غتفكرو حيتاش فايت ليها باسو في داك النهار، وبالفرحة غيطلع للسور وقال لهم تجمعوا غنوريكم واحد السحر، وهنا غتشوف الممثلات على الاشكال والالوان جايين، ولكن ملي بغى يحرك النجوم تنجمة ما تزعزعات وغيولي بحال القرد وسطهم،
وغيمشيو الممثلات وهما كيضحكوا عليه. وهنا غتجي عندو بابيتا وقالت له شكون هاد البنت اللي حطمتيها باش نجو ما بغاتش تتحرك. ومن بعد بقى تابعها وكيحاول يقرب ليها وقال لها تخدموا معها واخا غير يضحكها. اقتنعت بالفكره ولاو اصدقاء ولا كيمشي معها في كل حفله وكتشاور معها في القرارات ديالها. وغيبقى يعاود ليها على حياته وعلى عافيه اللي سمح فيها النهار ديال العرس. وهي في الطوموبيل قالت ليه باللي كيفكرها في والديها حيتاش كانوا اقزام وخدامين في واحد السيرك، ولكن لحسن الحظ ما خرجاتش قزامه بحالهم، وباللي وحده تزوجات باباها وداتو وامها ماتت من بعد. وسولاتو علاش الناس اللي كان بغيو كيمشيو. وهنا غيتفكر عافيه وغينزل وغتكون بابيتا غير كتكذب عليه وعاودات ليه القصه ديال الفيلم الجديد ديالها. لغت ليه بوا غيمشي للاستوديو ديال التصوير وغيشوف كرسي متحرك وغيتفكر عافيه وغيعرف باللي هذا هو الدور اللي غتلعبو بابيتا. وغيبقى كيتفرج وهز التليفون وكيصوني على عافيه، ولكن ما قدرش يهضر معاها وبقى كيبكي. وبالليل بابيتا رجعت لصاحبها وبوا كيدك بواحد القرعه وكيدوزها، وملي سكر قلب الحلوه وقال ليها باللي كيبغيها اكثر من هذا المزغب ودار ليها الشوهه في الحفله. وهي جراتو من حوايجه وقالت له تصب على برا وبهدلاتو وقالت له باللي انت ما صالح لوالو وعمرك تفكر ترتبط بشي بنت. وهو بقى فيه الحال ومشى كيجري. وبابيتا رجعت للحفله وجرات على كل شيء وقررت باش تسمح في صاحبها ومشات. وهنا بوا اتصل بصاحبه وقال له باللي غيمشي لامريكا عند عافيه وغيمشي للمطار وقطعوا التيكي. في هذا الوقت عافيه كانت كتقدم واحد الندوه علميه وقدمات لهم واحد القرض اللي غيصيفطوه للمريخ، ولكن القرض غادي يهيج وغيجري على كاع الناس. وبوا دخل للندوه وبغى يتصالح معاها وهي غير شافته وضرباته بالقرطاس، ولكن غتزقلو حيتاش كانت كتفتف. وفاش طلب من الناس السماحه والديها ما بغاوش، وهو هز واحد البنت وهددهم بها، ولكن غيفاجئوه باللي هذيك هي بنته وخاف لا تكون معاقه او لا قزامه، ولكن قالوا ليه باللي ما فيها والو وغيبقى كيشوف فيها وغيمشي. لغت ليه غيمشي لوكالات ناسا باش يشوف عافيه وغيشد الصف عاوتاني وغيعرف باللي كيوجدوا لواحد الرحله باش يمشيو للفضاء. وعافيه غتصيفط ليه انفيتاسيو باش يحضر الخطوبه ديالها، وفاش شافتهم كيخرجوه طلبت منهم باش يدخلوه وغيديروا ليه التعقيم وغيلبسوه الحوايج ديالهم وغيمشي عند عافيه وكان كيطلبها باش ما تزوجش وترجع معاه. وهنا غتسحب الجاذبيه وغيبقاو طايرين في السماء وقالت له بلي دابا ولاو متساويين في كل شيء وما يقدرش يعايرها حيتاش معاقه. قالت له بلي سمح فيها في الوقت اللي كانت محتاجه ليه وغادي تطردو. وهو قرر يتحداها وتسجل في الوكاله ودوز الاختبارات الصحيه والرياضيه وغيمشي يشوف بنته بلا ما تصيق عافيه الخبار، وجلس في واحد البيت 6 شهور باش يولف بالفضاء. وفي نفس الوقت القرد غيفشل في كاع الاختبارات وعافيه غتخطب لواحد العالم بحالها. وبالليل غتمشي عنده وقالت له بلي كتكرهو وما كرهاتش الصاروخ ينفجر به، ولكن غيعز عليها وقالت ليه باش يهرب حيتاش غيصيفطوه للفضاء في بلاصه القرد واحتمال كبير باش ما يرجعش عاوتاني. وهو قال لها مستحيل يهرب هذه المره وحتى الا ما رجعتش مزيانه ليك باش تزوجي في خاطرك، وغيجرب الحركه السحريه ديالو وغيتحركوا النجوم هذه المره. ولغد ليه الجرائد غيكتبوا على بوا وتصويرتو غتنتشر في التلفازه وكلشي كيهضر عليه. وعافيه غتوصل للوكاله وغتسني باش يصيفطوا الصاروخ، وغتجي قبلت بوا وقالت له باللي غدا غيطير بالصاروخ. وهو قال لها باللي انت غدا غتزوجي. ولغد ليه غيجي الوقت باش ينطلق الصاروخ وغيودع صاحبه حيتاش احتمال ما يوليش يشوفه، وغيخرج عند الصحافه وغيتصور بالطريقه ديالو ديال ديما وغيمشي للصاروخ ديالو. وفي ذاك اللحظه عافيه غتكون في العرس ديالها، ولكن غترجع في كلامها وغتسالي العرس وغتمشي للوكاله وغتشوف الصاروخ مازال ما انطلق، وغيكون بوا في الشاشه قبالتها. وهنا غتعترف ليه باللي مازال كتبغيه وغتسنى حتى يرجع، وبقات كتبكي وطلباتو باش ما يمشيش في الصاروخ ويبقى معاها، ولكن كان مقرر باش يدير شي حاجه في حياته هاد المره وغيودعوا بعضياتهم وغينطلق الصاروخ. واول مره با غيكون مفتخر به، وحتى الممثله بابيتا شافته في الشاشه وفرحات ليه. والمهمه نجحات وطلع للمريخ، ومن بعد 15 عام غنشوفوه راجع للكوكب ديال الارض وهكا غيرجع العافيه عاوتاني. كانت هذه هي نهايه القصه. كان معكم خوكم سيمفليكس، تهلاو.